تصير جلسات رمضانية ما بعد الإفطار. إفطار إيه. ربما بها نوع من الروحانية، بها نوع من خلينا نقول تتميز شهر رمضان. في يعني أحسن على مستوى الشخصي، ربما جلسات خلينا نقول بها توعية، بها إرشاد، وبها مجالس، وقد يصدى أحد من الخطباء من المثقفين، ومو شرط تكون يعني بأسلوب واحد، ربما جلسة ثقافية، جلسة سياسية، جلسة أدبية، جلسة أدبية يتميز بها شهر رمضان. وكنا نحضر يعني سابقا أكو بيوتات أيضا في بغداد، بيوتات كانت تمتاز بهذه الجلسات الفكرية اللي يعني قسم فقدناها يعني هسه ما أريد أذكرها يعني كلها ليزعلون البقية، بس اللي ضال ببالي بيت الشعرباف، بيت الغبان، بيت الخاقاني.